TWNFM 91.2. اليوم ماذا بقي فينا من الإبداع الأندلسي في جانبه الفلاحي؟ احنا في ضيعة بغرارة وين المدرسة التكوين في تكوين الفلاح المهني، هي مختصة في الأشجار المثمرة. إذن النشاط متاعنا اليوم يتمثل في محاضرة للأستاذ عبد اللطيف عبيد، ماذا بقي فينا من الإبداع الأندلسي الفلاحي، مناقشة، وتليها مائدة مستديرة حول التقليم والتلقيم، الزبيرة والتلقيم اللي هما معناها أشياء تطوروا وتبلوروا مع الأندلسيين، واللي يمثلوا توا في الوقت الحاضر ثم كلي أزمة، هي أزمة تواصل الأجيال وتواصل الخبرة، وإن شاء الله ممكن تصحبها دورة تكوينية في الميادين هذه. عندنا ورشة التربية الفنية نشطتها وداد خشار من مدرسة الإصلاح، ورشة التربية التشكيلية اللي نشطتها مدام نادي المجادي من مدرسة 2 مارس 1934، إلى جانب معناتها بقية معناتها النوادي اللي نشطوا، فهمت؟ عندنا نادي المطالعة والحكاية، فهمت؟ إلى جانب بقية معناتها النشاطات معناتها الأطفال من لونه معناتها على الخزف، فهمت؟ لونه معناتها عديد معناتها فهمت لي سيبور. حبينا نعملوا نشاط في اختتام النشاط بتاع الجمعية اللي يبدأ من 26 مارس إلى 23 أبريل 2017. النشاط هذا يتمثل في مع حضور السيد الوزير الأسبق سي عبد اللطيف عبيد وأعضاء الجمعية وكل من المشاركين للعمل الفلاحي، للنظر كيف أنا ما هو شيء اندثر توسك قاعد يندثر، خاصة الزبيرة والتلقيم، ومعنى قاعدين نحبون نحيو هالعمل هذا.